حتى على الأطفال عندهم، يعني هو تفكير غير منطقي وغير طبيعي، لأن المحتوى ده غير ملائم للطفل بصفة عامة أيا كانت هويته الدينية أو الانتماء بتاعه. فأنا هنا قدام أخطر مرحلة في تكوين الشخصية هي مرحلة الطفولة. حتى لو في تصنيف عمري للأطفال فهو غير لائق وغير مناسب لكل المراحل العمرية. أنا المرحلة دي الطفل بيتشكل فيها وعيه ووجدانه وأفكاره وقيمه ومعتقداته، فأنا إزاي إن أنا أدخل له الشخصية دي على إنها كيوت ولطيفة وحاجة طبيعية؟ يعني هو هنا ناقوس خطر للجميع. يعني أنا يعني أكيد كلنا مستائين من ذلك الإعلان، لأن الطفل طبيعي هو مرتبط بالأفلام الكرتون بيحبها، دايما خيال الطفل كده. إيه اللي ورا الإعلان؟ فكر يعني غير منطقي. يعني هو احنا دلوقتي بقالنا فتره هم يعني رافضين حتى كلمه شذوذ بيسموها المثليه، رافضين ان هو مرض، رغم ان هو على حسب التصنيف الجمعيه العلميه كلها هو مرض، وهو مش خلل جيني ولا شخص غصب عنه ولا اي حاجه، هو نتيجه ممارسات خاطئه، انحرافات اخلاقيه، او حتى ان الشخص ده تعرض للاغتصاب او للتحرش في مرحله الطفوله المبكره فهو بقى انسان غير سوي. لكن هو ده مش العلاقة السوية أو الطبيعية، واللي في كل الأحوال أنا مش مناسب أبدا إن أنا أخاطب بيها الطفل أو إن أنا أعرضها له، وإن أنا يعني أوصل لإدراكه إن ده شيء طبيعي أو أخده أو يعني أخده على هنا خطورة ما في الموضوع. الموضوع إحنا بقالنا سنوات بنتكلم كخبراء تربية على مشكلة العنف اللي موجود في الكرتون وفي الجيمز، فكل ده وكان من ضمنها برضو كان في على فكرة شخصيات مثلية قبل كده في بعض الكرتون، لكن هو المرة دي بقى بتصريح مباشر وواضح وصريح. فبنقول بنتكلم كتير قوي ان ده خطر، خطر على الطفل وخطر على التربية وعلى القيم السائدة. عايزة حضرتك تصلحي لي بس حاجة دكتور أمل، يعني قبل كده كان المفهوم اللي بيتعرض بيه الحاجات دي ان انت you don't judge، يعني ان انت ما تحكمش على شخص مصاب بكده او ميوله كده، لكن ما كناش عمرنا وصلنا الى اننا نحبب. يعني خلي بالكم انا مش بتكلم على الميدل ايست ولا بتكلم على اوطاننا العربيه، حتى في الدول الغربيه امريكا الولايات المتحده في كل دول عمرهم ما كانوا من المشجعين على المثليه، كانوا بيقول لك ايه احنا مش هنجادج او مش هنقول راينا، ممكن نتقبل اللي حصل الاخر لكن مش تشجيعا لحصوله. يعني ايه اللي حصل؟ كان اعتبارها حريه شخصيه، لكن مع الاسف مع زياده اعداد المثليين او الشاذين بقت في مطالبات ليهم مع الحريات اللي هي فوضويه شويه، بقى ده شيء طبيعي، رغم ان هو المفروض ان يبقى في توعيه ان ده اساسا اوريدي هو بيسبب العديد والعديد من الامراض، بين الامراض خطيره جدا لا علاج لها حتى الان. فانا هنا المفروض فيزيكال وسايكولوجيك بالتاكيد، لان هنا برضو في اخطاء في التربيه بتوصل لكده، فانا عايز لا ان انا يعني الطفل ده ابعده أوجهه ووعيه، لأن هي فكرة قصة المنع مش الحل إطلاقا لسببين، أولا الممنوع مرغوب صح، كمان إن أنا لا خلاص يعني أعتقد إن مبقاش حاجة ممنوعة في الدنيا، يعني لا خلاص ما هو غصب عني الولد أو البنت معاهم التليفون أو التابلت أو اللابتوب أو أي حاجة، وزائد المنصات اللي على كل التلفزيونات بقى معرض إن يشوف ده. فانا اوريدي انا فاهم ان انا الطفل ده ممكن يشاهد ده، يبقى انا اناقشه في المراحل العمريه الصغيره. انا المفروض ان انا يعني كأم او كأب ان هو بيوجه الطفل بيتابعه بيبقى معاه بيشوفه بيقول له ده حاجه ممكن مناسب ان انت تشوفه ده لا، وعلى حسب المرحله العمريه، لان انا عندي يعني كطفل اقل من 7 سنوات هو ما عندوش اصلا التمييز والادراك الفرق بين الخيال والواقع. أيوه. هو بيحصل عنده خلط سواء كان في العنف سواء في اي قبل 7 سنين اقل من 7 سنين هو مش بيفرق قوي. وعاده واحنا حتى واحنا اطفال صغيرين كنا لما بنشوف حدوته او بنتفرج على فيلم كرتون بنتمثل في شخصيه البطل صح. يعني بيبقى القدوه بتاعتنا. لا ده مش كده وبس، ده بتجيبي الفساتين بتاعت سنو وايت وسندريلا ومش عارفه ايه والعروسه شبهها والعروسه وباتمان وسوبرمان والحاجات دي السوتس بتاعتهم، يعني بيحصل توحد في الشخصيه ما بين الطفل وما بين الكاركتر او الهيرو بتاعه. يعني هي في دراسات اساسا اتعملت على تاثير الدراما على السلوكيات، تاثير الدراما بشكل عام، وبالتالي هي الافلام الكرتون هي بتقدم دراما برضو. تاثيرها بيوصل ل 87% ودي نسبه خطيره. بتشجع على العنف بنسبة 85%، فأنا هنا لازم أنتبه لخطورة ده. مش مجرد أن أنا هقول ده طفل ومش فاهم حاجة، لا أولا أن أنا لازم فاهم
لازم ان انا اوعي، لازم اعرفه ان في فرق بين اللي في الخيال ده، تخيل ده يعني مش حقيقي، مش بيحصل، ما فيش حد عنده القوة الخارقة انه ممكن يطير او ينط او يعمل حاجة. صحيح. عشان ده كمان بيعرض الاطفال لخطورة، فهنا الاب والام عليهم دور كبير جدا ان هو يوجه الطفل يشوف ايه وما يشوفش ايه، وان انا انفره من الحاجه الوحشه، انفره من العنف، انفره من السلوكيات الغير يعني لائقه سواء كان دينيا او تربويا. طيب عايزين نبدا بقى نفنط الموضوع ده شويه. اولا ناخد الفيلم ونعمل له فلتر، ولا نرفض العمل ككل، ولا انا كأم مع كل مشهد انا مش مقتنعه بيه او ما هوش من مبادئي ولا ديني ولا اي حاجه ابدا اقول في ودان ولادي اللي هم تحت سن 7 سنين، اتعامل ازاي مع الموقف الاول؟ بدايه يعني في نقطه مهمه جدا، ان احنا ما ينفعش ان انا اسيب الطفل طول الوقت قدام التلفزيون وقدام الموبايل او اللابتوب، طول الوقت هو مع العالم الافتراضي ده، مع العالم الخيالي. عشان الام وراها مسؤوليات في البيت، عشان بتشتغل، ايا كان، انا مقدره طبعا الظروف دي. ولكن كخبراء علم النفس قالوا ان المفروض الطفل 75% من وقته يكون في أنشطة حركية، و 25 بس هو اللي ممكن يشاهد فيهم الكرتون أو الجيمز بتاعت الموبايل وكده. فطبعا ال 75 دي أنا المفروض أن أنا أوجد له بديل، هو الطفل عنده طاقة وعنده وقت. صح. فأنا مهم قوي أن أنا أوجد له البديل، حاجة بتنمي المهارات العقلية والمهارات اللغوية، ويمارس رياضة، يروح مكتبة، يقرأ. يعني فكرة أن أنا خلي له انشطه هو بيعملها، على فكره هو هينجذب، واحنا تجارب عملناها بنلاقي فعلا ده هيبقى هو يعني منجذب زي ما حضرتك بتقولي لده اكتر، بيتقبل على فكره. يعني مش هنقول ان الجيل ده هو جيل الكتروني، لا لا لا، على فكره بيتقبل، بس اديله فرصه يخرج بره الاربع حيطان. هو بالعكس هو بيحب الحركه والنشاط والتنطيط واللعب وكل الحاجات دي، هتلاقي ان هو اندمج وخرجت طاقته في حاجه كويسه. هاجي بقى بالنسبة، طب في جزء من وقته طبيعي ان هو هيشوف كرتون، هيشوف الجيمز بتاعت الموبايل. طيب انا ازاي ابدا معاه؟ ازاي؟ اولا السن الصغير اختار له الافلام اللي هي مناسبه. انا بصنف الحاجات اللي سواء كانت الالعاب الالكترونيه او افلام الكرتون لثلاث تصنيفات. في عندي تصنيف ترفيهي، بيضحك الطفل، بينبهر بالالوان وبالحركه وغنى ورقص وحاجات، يعني ده مقبول. اوكي. في تعليمي اللي هو بينمي المهارات، القدرات اللغويه، المهارات بشكل عام. في جزء منه اللي هو فيه اخلاقي، بيحس على خلق فاضل او مع الاسف خلق فيه عنف، فيه سرقه. انا هنا الطفل صغير هو مش قادر يميز ومش قادر يعرف القيم، فانا لما عين الطفل تعتاد على العنف، حتى لو هو ما مارسش العنف، وان كان غالبا هيمارس العنف فيما بعد لما يوصل يكبر شويه ويدخل في مرحله المراهقه، على الاقل مش هيرفضه، مش هيشوفه سلوك منفر. لما يشوف سلوك شاذ وسلوك مرفوض، او ان انا المنتصر هو اللي قتل، المنتصر هو اللي سرق وجمع فلوس اكتر، كل ده انا بدخل جواه قيم سلبيه بتكبر معاه وبتشكل هويته وشخصيته. طبعا الى جانب المشاهد بقى الغير لائقه اخلاقيا، الغير مناسبه برضو للطفل، انا بخليه يعتاد على ده ويشوفه ان هو امر طبيعي ومقبول، وقد يمارسه. طبعا ده خطر جدا، فهنا انا مفروض ان انا في السن الصغير. لا، هو مش حتى قد يمارسه، هو حتى ممكن، لا هو ممكن من